في معاد الديسكفري، هنعمل تحدي على الديسكفري، مين بقى فينا انا وفاء هنركب الديسكفري ده ونشوف مين اللي هيقدر يتحكم في ان هو ما يصوتش او يصرخ، يعني معنى صح. مستعده؟ صعب ايه؟ تقبلي التحدي ولا تقبليش؟ طبعا الديسكفري ده صعب من الالعاب الخطره هنا، هو طبعا هو قريب كده تحس انه سهل، بس لما نشاهد دلوقتي هيبقى صعب جدا. اضغطوا لايكات للفيديو ده عشان ننزل لكم باقي التحديات، هنعمل تحدي على كل لعبه هنا انا ووفاء، ونشوف مين فينا هيقدر ان هو يتحكم في نفسه وما يصرخش. انتوا هتسمعوا الصريخ دلوقتي، هيبقى صعب جدا، صعبه جدا من قبل ما نطلع، مرعبه جدا. اوه شكلنا هنخسر انا وانت، انا وانت هنخسر. لسه مش لقيتش، هنخسر سوا، هنخسر سوا. انا وفاء خسرنا، صعبة جدا فعلا مش كده يعني. وبعدين الراجل تقريبا كان عارفنا فقال لي تقطع على اليوتيوب، قلت له قال لي فانا هزود السرعة، وزود السرعة فعلا، فللأسف خسرت انا وفاء، وهنتعاقب بس لما نروح. وهي عقاب وعديها يعني. يلا نشوفكم في حلقة جديدة، يلا مع السلامة.